السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله إلى البحرين، اليوم 28 سبتمبر 2023، طالعين إلى البحرين إن شاء الله الساعة الآن 8:45 صباحا. وبسم الله توكلنا على الله. اليوم إن شاء الله طالعين بالسيارة الجديدة، أول سفرية هذه للبحرين. يعني دائما الأخوان ليش ما تسافر بسيارتك الجديدة ليش؟ يسألون، وأنا أقول لهم دائما يعني كل شيء وقته، ما عندنا شيء له تخطيط مسبق، يعني كل شيء يجي وقته. وهذه أول سفرية بالسيارة وللبحرين، البحرين قريبة، والله كريم إن شاء الله. يعني في عندي اليوم الجديد في الطبلون اكتشفت انه الطبلون ممكن يتغير، فجاني الخيار الكلاسيكي، فعجبني صراحة الخيار الكلاسيكي هذا، اشوفه احلى من الالكتروني. مكتوبه كلاسيكي والثاني ديجيتال او الكتروني او حاجة زي كده يعني، لكن هذا لقيته عندي استحسان افضل من الطبلون السابق، وارتحت معه، خصوصا انه يعني تماشى مع لون السيارة. السيارة كلها اسود، فاسود الطبلون يصير اسود، هذا يكون تمام، يعني كل شيء اسود. اللهم صل على محمد. طبعا يتغير الى عدة الوان حسب الحالة اللي انت حطها عليه الطبلون. مثلا إذا حطيته على الإيكو يصير أزرق. الآن أنا فعلت الإيكو، مثل ما تشوفون الطبلون صار أزرق، مثل ما تلاحظون الآن صار أزرق، يصير أزرق. وإذا حطيته على السبور، هذا لمبة المسار، خروج من المسار. وإذا حطيته على السبورت يصير أحمر، وهذا السبورت تحول الى اللون الاحمر، وتغير عزم السيارة. طبعا اخذت نمرة وكذا اكثر استعدادا، وهذا نورمال عادي من غير ايكو. طبين ايكو يعود اسود مرة ثانية. وهذا شغلنا مثبت السرعة الان، وتحديد المسار يعني شغال تلقائي في السيارة من غير تشغيله أو تفعيله، والله كريم إن شاء الله. وإلى البحرين إن شاء الله. هذا مدخل البحرين، إحنا اللوحة يقول لك البحرين، ويمين إلى طريق أبو حجرية والكويت والرياض، ويسار إلى البحرين. هذه جزيرة كبري البحرين أو جسر الملك فهد، جزيرة حلوة هنا في هذا المكان في مدخل جسر الملك فهد. وأسعد الله أوقاتكم، كونوا معانا اليوم، رحلتنا خفيفة، احتمال نروح للسوق الصيني حسب نشوف ما يصادفنا. وهذه البوابة أمامنا مباشرة، هذه بوابة الدخول إلى جسر البحرين، والسيارة تقود نفسها الآن. نحن راح الخط الأبيض، نحن نتضيق. هذه بوابة الدخول، إن شاء الله ما في زحمة اليوم الخميس الصباح، والله كريم. يعني في تطبيق تدفع منه رسوم، بس اعتقد ان هذه اسهل من هنا تدفع الفلوس، الدفع هنا. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
جسر البحرين. طبعا السرعة على جسر البحرين 100، نثبت السرعة الآن على 100، هذا المثبت، ونحط له سرعة 100. يعني من هنا ممكن تلاحظون الرقم 73 اللي فوق، هذا اللي يزود السرعة من هنا. أحط السرعة، أنا أدخل السرعة، ما يحتاج تثبيت، أنا بس أحط السرعة ويمشي عليها 100. الآن صارت 100 خلاص، والسيارة الآن تقود نفسها بنفسها. نعم، مثل ما تلاحظون ماشية بمحاذاة الخط الأصفر، عشان خط واحد ماشية بمحاذاته. يقول حط يدك على الدركسون، حطينا يدنا على الدركسون. يعني تجربة، احنا ما نبغى نشغل بالنا في الموضوع الدركسون هذا، هو لو في بعد قفل يتقفل كان احسن، ما احنا في عازة الحين قاعد يشغلنا. على كل حال خلوكم معانا اليوم في رحلتنا الى البحرين. هذا الجسر والرطوبة واضحة عالية، الرطوبة واضحة عالية في البحر هناك، مثل ما تشاهدون الجسر، أعلى نقطة في جسر الملك فهد باينة داخل الضباب، كثيف من الرطوبة، مع أن الأجواء كانت وأنا طالع من البيت زينة، لكن هنا أشوف على الجسر طبعا داخل البحر أكثر مكان يكون فيه كثافة الرطوبة، شيء مؤكد هذا. بعد اللي اكتشفتها، شوفوا هذه اللمبة اللي تصير خضراء وصفراء أو خضراء وبرتقالي، هذه حقة المسار، إذا كانت خضراء يعني الرادار يشوف المسار زين، وإذا صارت صفراء يعني المسار ما هو واضح عنده. شوي شوي أنا قاعد اكتشف السيارة حقيقة، مثل ما اكتشفت العداد الكلاسيكي هذا، واكتشفت أيضا عداد الإطارات، الهواء في الإطارات كان على قياس ما اعرف 200، لكن حطيت قياس ثاني اعطاني ارقام بعد ما اعرفها، وحطيت الخيار الثالث واعطاني العيار اللي احنا نعرفه، 30 35 40، وكل يوم نكتشف شيء جديد بالسياره. ما شاء الله تبارك الله، وهذه اول سفره نسافر بالسياره. تروح للخط الاصفر، سبحان الله، ما ادري ليش تشوف الخط الاصفر، هي من حالها تروح للخط الاصفر، تمشي محاذاة الخط الاصفر. اول مره لاحظ عليها كذا، من يشيل يدي من الدركسون تروح الخط الاصفر. يعني لاحظوا الان انا عند الخط الابيض، واخر يدي راحت عند الخط الأصفر، تمشي بمحاذاة الخط الأصفر. يقول حط يدك على الدركسون. واكتشفت أيضا في مثبت السرعة الذكي هذا أنه يبدأ من الصفر، يعني العادة المثبت السرعة العادي يبدأ من بعد 40، لكن هذا يبدأ من الصفر، يعني وانت واقف صفر يشتغل، لأنه مثبت سرعة ذكي، يعني انت تمشي عليه لين يوقف لك السيارة، إذا قدامك سيارة تخفف السرعة لين يوقف تماما، يعني إذا وقفت السيارة قدامك يوقف تماما، وإذا تحركت السيارات يرجع يتحرك مرة ثانية، فلذلك
يشتغل من نقطة الصفر، وهذه الجمارك أمامنا. ما راح أصور كثير اليوم في الجمرك لأني توي قبل فترة بسيطة مصور أنا هنا المنفذ والتحديثات الجديدة في المنفذ. والله كريم. وهذا جسر الشاحنات فوق بين السعودية والبحرين، طلعنا من السعودية ودخلنا على البحرين. وهذه تحت المسافة اللي مشتها السيارة، صار لي شهرين الحين من استلمت السيارة، مشيت عليها 404 كيلو والحمد لله. وهذا مكان التأمين، نسوي مكان تأمين السيارة. وهذه سيارة مش سيارتي بالضبط، اللي أمامي GS4. أول تأمين خارجي. وهذا جامع الجسر البحرين هنا، وهذه السوبر ماركت اللي صورناها بالفلوق اللي طاف. وهناك شرايح البحرين اللي بروح تشتري لها شريحة، هذه كابينة، وهذه السوبر ماركت. والله كريم. هذا جامع الجسر البحري. يلا إلى البحرين. هذا إحنا خلف الجامع، هذا الجامع جهة البحرين. عشان رحنا للسوبر ماركت سرنا من الخلف. المكان هذا بعد جميل هنا. مكان الشاحنات هذا هناك اللي شرح. زالت السرعة مثبتة على 100، يعني الآن مجرد ما نقول ريست، هذا ريست اضغط عليه خلاص يتفعل النظام وتمشي السيارة 100، ترجع 100 وتسوق نفسها. سوق نفسها راحت الخط الأصفر. طفيت المثبت السرعة الذكي، ما في مثبت السرعة يعني العادي، حاولت اشق العادي بس لان هذا بلشني يطق بريك بقوة ويعني مربك صراحة، فما يعني سيء استخدامه في الاماكن اللي زي كذا، ما يصلح لنا طريق صفر مسافات طويلة. لكن مثبت السرعة العادي لا، ممكن استخدامه في الأماكن مثل هذه، الطرقات اللي مثل هذه، لأن هذه السيارات يعني تمشي وتهدي، مرة تسرع مرة تهدي، فتفاعلها مع
يشوفك للسايق، تحس انك راكب مع واحد غشيم يطق بريك بقوه، ما هو سلاسه كذا يعني. اللي يسوق يصير واخد منتبه ويهدي يعني من بعيد وكذا، لكن هو ما يهدي ما يهدي لين يوصل للمسافه اللي في الرادار، يكتشف الرادار ويكتشف انه قريب عليه، راح يمسك البريك بقوه. هذه مشكله والله لسان. يعني انا حبيت اسجل ملاحظتي، يعني حتى اذا احد مثلا يبغى ياخذ ثبت سرعه ذكي يعرف ان هذه المشكله يعني موجوده. تبي واحد يعني يكون سواق يعرف يتعامل معاه ويكون ياخذ بحذره يعني. البحرين أم المليون نخلة، عرفتوها؟ هذه البحرين أم المليون نخلة، حاطين أعلام السعودية والبحرين، علم سعودي وعلم بحريني، احتفالا باليوم الوطني السعودي. هذا وشوفوا الأعلام على اليمين، علم بحريني وعلم سعودي. عزك يا وطن، رايحين الآن إن شاء الله إلى سوق التنين. في سوق التنين وفي سوق التايلندي بعد، في سوق تايلندي فتح جديد جنب السوق الصيني، والبضاعة التايلندي يقال إنها أحسن وأجود من الصيني حسب ما تعودنا في السوق. يعني تايلاند يكون أجود من الصيني. وهل راح تستمر هذه يعني دائما الصيني يكون أسوأ شيء، ولا راح يتغير المستقبل؟ الله أعلم. أشوف أنا يعني في أشياء تغيرت واجد، مثل الجوالات والسيارات قام ينافس الصيني، لكن الجوالات حقيقة الفئة العليا في الجوالات هي مقاربة سعرها إلى سعر الآيفون وسعر السامسونج جالكسي الألترا، مقاربة مثل الهواوي B60 وشاومي وبعض الشركات الصينية، الأسعار فيها متقاربة. الأبراج في حي يمكن جميرة أو يمكن غلطان، ما أدري والله، مجموعة أبراج جميلة متشابهة الشكل. هذا طريق المطار وطريق من البحرين من المنامة أعتقد، وديك نهاية الطريق هذا الميناء، هذه بعد من الميناء من البحرين على اليمين هنا، والمطار بعد يسار ذيك الجهة المطار هناك، وجزر أمواج، جزر أمواج بعد حلوة جميلة من المناطق الجديدة اللي في البحرين، وبعدها يجي مدينة برضه مدينة حديثة فيها سوق التنين أو السوق الصيني والسوق التايلندي. أي نعم، هذا البحر مثل ما تشوفون، إحنا الآن على كوبري أو جسر فوق البحر. ومثل ما ذكرنا سابقا البحرين كلها عبارة عن جزر، جزر متقاربة جنب بعضها ومربوطة داخل البحرين بجسور
بين جزيرة وجزيرة، وهي البحرين كلها بكبرها جزيرة، لا يوجد طريق لها إلا عن طريق جسر الملك فهد. ويقال أن سيقام بينها وبين دولة قطر جسر يمتد إلى مسافة 40 كيلو، لكن ما المشروع هذا ما مثل مشروع جسر السعودية ومصر، سمعنا فيه وما تم لنا شيء. نعم، والمسافة ترى لقطر من البحرين قريبة، لدرجة أن يعني المسافة إذا بيسوون جسر 40 كيلو فقط، يعني تجي من الخبر البحرين 30 كيلو، ومن البحرين إلى قطر 40 كيلو، 70 كيلو توصل قطر، بينما الطريق البري 400 كيلو إلى قطر الدوحة. وإذا قستها من في جوجل في خاصية، يعني ممكن تحط نقطة وتحدد مسافة، يعطيك كم المسافة غير الطريق يعني. فإذا من الخبر حطيت هذه المسافة إلى قطر الدوحة، يعطيك المسافة 80 كيلو فقط عن طريق البحر، لكن ما لها طريق إلا بري، نروح للحسا ومن الحسا عبر سلوى، يعني يفتر حوالين البحر. لكن لو في لها طريق مباشر من السعودية إلى قطر يسوون جسر، راح يكون مسافته تقريبا 70 كيلو من السعودية. نعم، من الخبر إذا سووا جسر مسافته تكون 70 كيلو، والجسر مسافته البحرين من الخبر إلى البحرين 25 كيلو، ما هي مسافة بعيدة. يعني اللي قدر يسوي جسر الملك فهد يسوي جسر بين البحرين وبين قطر، ولكن التكلفة راح تكون غالية، والجدوى الاقتصادية، طبعا الجدوى الاقتصادية دراسة، إذا التكلفة ستعود بالأرباح تغطي التكلفة يستحق العمل، لكن إذا كانت التكلفة الأرباح لا تغطي التكلفة ما يستحق عمل الجسر، لأن الطريق البري موجود. وهذه آلية عملية المشاريع الضخمة كالقطارات والطرق، كلها دراسة جدوى إذا كانت يعني ستغطي، يعني أو ربما هي ما تغطي التكاليف من أرباح، لكن توفر في نقل الشاحنات والبضائع وكذا، إذا كانت ستوفر الكثير فهذه من الجدوى أن يعمل طريق أو سكة قطار أو إلى آخره. بعض المشاريع الآن تقام ما تغطي، لكنها تكون بنية تحتية للمستقبل. والله أعلم. وهذا ملك البحرين ما بين نخيل البحرين وأم المليون نخلة اللي في البحرين، عرفتوها؟ هذا الملك حمد بن عيسى الخليفة. العزل صراحة جميل في السيارة، اسمعوا إذا فتحت الشباك فرق واجد، فرق واجد. قريبين الآن من مطار البحرين، هذه منطقة مطار البحرين جهة هذه، وهذاك مطار البحرين، أنا أشوف الرادار من هنا حق مطار البحرين، خلف اللوحة الزرقاء اللي تشوفونها هناك مطار البحرين. مطار تبع البحرين فيها مطار واحد فقط، مطار دولي، وأكيد لازم دولي لأنه ما فيها رحلات داخلية، هو مطار واحد، أما يوديك برا البحرين أو من برا البحرين إلى البحرين. وهذه خريطتنا،
سوق التنين، سوق التنين الصيني. جزر أمواج، منطقة سياحية جميلة وفي مجمع أمواج، مجمع جميل وسط بحيرة ومباني جميلة ومكان جديد في البحرين هذا، يعني لا يتجاوز 10 سنوات تقريبا. ولكن وجهتنا إن شاء الله إلى سوق التنين، وهذا الوضع الرياضي في اختلاف، فعلا في اختلاف بين الوضع الرياضي والوضع العادي. شوف هاي يعني انشف، يعني تصير السيارة اكثر ناشفة، يعني اكثر جدية. ويمين منا الى مدينة التنين، احنا وصلنا للنقطة، اما تروح يمين ولا يسار، هذه مدينة التنين. مدينة كلها هذه حديثة طبعا، في سوق سمك هنا في المنطقة هذه، في سوق سمك وفي سوق بعد جديد سبق وزرته، سوق بحريني مجمع تراثي كذا على الطراز القديم، مباني حلوة. في طريقنا إلى سوق التنين هذا الجامع، ما شاء الله جامع جميل، طبعا الطرق هنا مثل ما تشاهدون كلها نظيفة ومرتبة، والنخل المنطقة كلها حديثة. وضع السبور اي، هذا هو السوق، سوق البراح، هذا هو امامنا مباشرة، هذا سوق بحريني على الطراز التراثي. سبق وجيت انا مع الصديق العزيز أبو صقر البحريني زايد الزايد، صورنا هنا، كان توه فاتح جديد،
سوق التنين امامنا شوي، وهذا سوق البراح في البحرين. طبعا احنا صباح الساعة 10:07، مثل ما تشاهدون المجمع حلو. واعتقد ان الان صار يعني فل، يعني انا اول ما جيت اول مرة كان جديد، كان لسه محلات واجد ما فتحت، بس الحين يعني اكثر المحلات الظاهر تفتح العصر. شوف كثير من المحلات مسكرة، ما شجعني للنزول حقيقة. شوف السوق ما هو فاتح، معظم المحلات مسكرة. اسمه مجمع البراح، مجمع البراح. في جامع فاخرة هناك، والجو رطوبة، فتحت الشباك دخلت علينا رطوبة. هذا الجامع صلينا فيه اعتقد المغرب او العشاء. ومسكر الطريق. هذا سوق البراحة. أغاني بحرينية شعبية. هذا يبيع طيور. الظاهر هو اللي مشغل الاغاني، انا حسبت بالمجمع. سوق البراحة، طلعنا من سوق البراحة. الى اللقاء. سوق التنين يظهر علينا تقريبا المسافة بينه وبين السوق البحريني هذا 1 كيلو. هذا سوق التايلندي، أول شيء سوق التايلندي، السوق التايلندي هذا ما كان موجود. بعدين كان السوق الصيني، وبعدين صار السوق التايلندي. هذا السوق التايلندي، هذا السوق التايلندي، وعلى الطراز التايلندي، والأحمر هذاك سوق الصيني، مقابلين بعض. السوق الصيني دخلته واجد، لكن التايلندي ما سبق ان دخلته. قلت ادخل اشوف ايش عندهم. هذه مدينة التنين اللوحة. هذا السوق التايلندي، وهذا السوق الصيني. تايلندي والصيني كلهم عيال عمومة. خلنا ننزل ونشوف. يلا نوقف، شوف لنا باركينج. وهذا السوق التايلندي، أول مرة أدخل السوق التايلندي. تاي مارت، تاي مارت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر بغيت اطيح. الله المستعان.
السلام عليكم. هذه وسط السوق الجو حار، ما اشوف في شيء السوق. والله قالوا لي ما في شيء. وهنا في مطاعم، قاعة الطعام، والجهة هذه ايش فيها محلات، محل عطور، محل رياضة، تايلانديات. او ما شاء الله هذا اللي عندهم عود. السلام عليكم، جيبوا لي هنا اوربا تليسا هيكم مفور عن تايلاند ابو دي انديا كله. هذا اول تايلاندي؟ No sir, mix. Mix. We have Thailand, we have Cambodia, we have India, we have هذا how much one tola? One tola is 25 dinar. Buy two get one free. Yeah, nice. ما شاء الله عواد طيبة والله عندهم. كله طبيعي. ما شاء الله مليان محل. عطور. هذا الصناعي. بخور ومشتقاته. You from Thailand? From Philippines, she's from Thailand. Ah, this Thailand, you're Philippine? Yeah. ما شاء الله. Philippine, Thailand, China, كلهم سين؟ No. No? Why? Same you. You are from where, Kuwait? No. No, from Kuwait. From Saudi Arabia. From Dubai? So from Kuwait, Saudi, Dubai, Bahrain, not same, sir? From Saudi Arabia. Yeah. But here, Bahrain, not so. بحريني، سعودي، كويتي، إماراتي، كله same. No, same people but different language. Not same language. Same. But different traditional way like that. No problem. Same face. Same person. Thailand, the Philippines, yeah. China, same face. Yeah, but different language. Yes. Yeah. Different culture. I know. Thank you. هذه المحلات بالسوق التايلندي، محلات عصير. هنا والله. وهذا ثمر البابونج هذا ولا شو اسمه. You have a sweet and coffee and and juice? Yes. Only? Yes. Juice and coffee or ice coffee. Yeah. Okay. How many espresso double shot? Espresso. How much espresso? Yeah. Yes, 1 dinar. 1 dinar? Yes. Double shot? The double shot is 1.2. One? 1.2. 1.2. Thank you. هذا السوق التايلندي والأغاني التايلندية. وهذا أحذية تايلندية. This shoes Thailandi? Malaysia. Malaysia. You have same this one? No.
How much is one? 25. Good quality. Thank you. وهذا الباب باب الخروج والبوابة التايلندية. هذا في 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 الشتاء يعني في الأجواء اللطيفة يصير جميل. حياكم. هلو. والله هذا عنده حاجات حلوة. سمحت لي. How much this one? That is 25 BD, but the last price is 20. Ah, 20 now. This is Thailand? Thailand. Hey. Leather. ما شاء الله. في أشكال حلوة وجميلة. كنا المحل من الأحذية شركة واحدة بشكل واحد. يلا. وهذا آيس كريم المانجو يا الزرافة. هذا آيس كريم المانجو بوابة السوق التايلندي مباشرة بوابة السوق الصيني أمامها. وهذا السوق الصيني ما شاء الله سوق ضخم كبير تتعب انت تمشي فيه. كل شيء فيه السوق هذا. هذه مكاين عد الفلوس. من يبي مكينة يعد عليها الفلوس ولا ما يسوى ما يحتاج. عليكم السلام. هذا سبحان الله قرآن بس شيء أول مرة أسمعه. على 10 دينار. $250. وهذه 148. This only few. Our give me hot.
this one very halal. Very halal. The fayat. على طول ريحة الثوم. ما شاء الله. وهذه فواحة يمكن. فواحات، هاي فواحات؟ ها؟ كل هاي فواحات. هذه فواحة تعطيك مع الإضاءة كأنها بركان. جميل. طبعا أنا ما أقدر أغطي السوق كله، السوق كبير كبير يعني واسع، بس تاخذون فكرة على السوق الصيني كيف هو ساير. بعض المحلات أما المساحة كبيرة يعني، يعني هذا واحد من الممرات وكله يمتد طول وعرض، واللي زي هذا يمكن 10 واللي زي هذا يمكن 10 أو أكثر، ولكم أن تتخيل يعني حجم المحلات وعددها. وهذه فواحات بعد أدوات تجميل. وهذا محل آيس كريم. وهذه الموسيقى الصينية التقليدية. هذا محل ساعات رولكس. وهذا دربي كافي في السعودية بكل مكان. وهنا كافي. وهذا الممر اللي يتقاطع مع الممر اللي كنت تمشي فيه على هذا الشكل. وكل تقاطع فيها أماكن زي كذا يعني جلوس أو كافيهات ومطاعم وانت ماشي. هذا سويت كافي محل تركي أتراك إن شاء الله. هذه معروفة قهوة حفيظ الله يعطيك العافية. كل منتجات تركية، هاي شوكولاتة ولا قهوة ولا شوكولاتة؟ هذا شاهي؟ هذا بتشرب بارد وتشرب حار. كله شاهي هذا؟ كله. في الشاي العادي الأحمر سليماني. إيه. كله شاي. شاي تركي. هذه حلاوة حلبومة. والايس كريمات في الايس كريمات تركي برضه؟ ايه كله يعني المنتجات حاجة تركية ما شاء الله. في الحلبومة التركية. ضيف الشيخ يا عم الله يعطيك العافية. شكرا على الضيافة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حلو. شكرا الله يعطيك العافية. هذا شاي تركي؟
الله يعطيك العافية. وهذا سوق التنين، السوق الصيني، وهنا عندهم المفروشات الأرضية، أشياء حلوة وجميلة، عشب. وزل. بخور وعود ما شاء الله. هذا ايش هذا؟ هذا عود سيكو. هذا كم؟ هذا طولة 5 دينار. هذا في بوكس داخل 2 طولة ونص. هذه 10 دينار. اي ما شاء الله وايد زين. يوم نمسك ريها هذه ملابس تو بشاشة العبية ما شاء الله. 5 دينار طولة 5 دينار. اي هذا يجي كم؟ 10 دينار. 10 دينار 2 طولة ونص. وهذا هذه بخور 3 دينار. هذا هاي كبر 6 نفسه صار اني كامل. ايش ريحة هذا دوس بلاك بيري. توت اسود. توت اسود. هذا معمول دوسري ولا ايش؟ هذه قريب دوسري. الحين انت ركب هذا ريحة من وين؟ هنا هذه والسيوف. هذا وينه؟ هذه سيوف. وين علبة؟ هذه هذا. ايه طيب شوف علبة. شوف وين علبة. اي ما شاء الله علبة صغيرة. شوف انا لا تلسوي احيل سوي باقي. هذا هو هذا نفسه. ايه. ما في ديسكاونت؟ هذا ديسكاونت ترى انا 12 بيرو. هذا على كم؟ هذا اندونيسي. هذا الطولة 5 دينار. اي 5 دينار. ايوه ما شاء الله. وهذا؟ هذا تايلاندي. هذا الطولة 18 دينار. وهذا؟ هذه وود تايجر. هذه الطولة 5 دينار. كم؟ طولة 5 دينار. هذا 5 دينار؟ أنا هذه 3 طولة 10 دينار. المفروض هذا 10 طولة 5 دينار. 10 طولة 5 دينار. هذا ما في أورجينال. هذا ما في أورجينال. هذا مفصل. أيوه. على 5 دينار 1 طولة. ايوه طولة ونص اشكال. ما يشيل انا كم؟ 5 طولة. لا واجد دي انواع البخور. ناخذ هالدقة هذا نجربه نشوف. 10 طولة 30. هنا عندهم بعد أشكال كبيرة. أيوة بس واحد ما يجي ما يجي. هذا ما في سيم سيم يعني كل واحد بيه ريحة. ما في سيم هذا ما في سيم هذا. أنا معلوم هذا يجي كل واحد كسرة ريح لا يختلف. أوكي أوكي يلا جيب 10 طولة. هذه مباخر أشكال وألوان. مباخر حلوة جميلة عصرية سريعة. هذا خشب ولا فخار؟ هذا تقام بابا. خشب ولا ايش؟ لا ما في خشب. هذه فخار؟ سيراميك. سيراميك. ايوه. 9 دينار 10 دينار. لا انا اعطي ديسكور مو مشكلة. شوف هذه حبتان. شوف هذه. علبة بشوف هذا. هذه ايش هذا علبة؟ شوف.
ايوه هذه بعد في وود بوكس بيع بوكس بكا وودكا او وودكا هيدر عشرة تولى 120 ايوه انا في بابا هذه بعد بوكس شوف هذه هذا في البوكس هذه وود بوكس انا بيها بعد ايوه كم انا هذه 80 دينار ها 80 دينار معود لا لا ما في معود هذه بس بوكس لا معود كم هذه مود لازم وزن هذه هندي موري هذه هندي موري سوبر ايه ما في مشكله كم يجي هذا كله لازم اول انا 30 دينار كيف لا ما 30 اول انا لازم وزن هذه وزن بس هذه بابا بعد القول لا خلاص هذه شو؟ كم 120 انت بعد تسوي شويه زياده فري يعني انت ما يسوي فري؟ لازم تسوي 2 توله زياده بعد يلا شكرا بابا شكرا يلا شوف هذا سوي تست هذا شوف بس هذا ليش ما يعطيك علبة ثانية؟ ليش هذا علبة؟ علبة هذا حق مكسرات علبة حق فصفص هذا. ايه. اوه انت حتى يعني هذا كويس واجد كويس هذا قطعة. شنو بس هذا؟ ما ما شاء الله. كويس. كويس. كم يجي هذا علبة؟ هذا كامل؟ ايه كامل يجي ممكن 50 بابا هذا كامل 50 ما يجي 30؟ هذه والله خلونا نشتري الهنود الله كريم بس شيء كويس يعني حق البيت كسرات صغيرة للبيت زينة كني ضيعت مصالح وين خليتها انا ايش وهذا هو هذا الكافي لا والله مو ورا 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 هنا How much this one? This without you need with electric 220. With electric? With electric. If without electric, give 15. 15. Without electric. هذه صاحبة المحل أو اللي تشتغل في المحل قالت بعطيك الكرت واتساب أيوة. هذا كرت مال المحل يبغى عربيات حق المعاقين وكذا صغير وكبير هذا رقمهم هذا رقمهم يتصل عليهم
السوق الصيني البحرين. وها نحن عدنا من حيث أتينا. وهذه أم صالح، بغيت أقول توي ضيعت أم صالح، هذه أم صالح حصلته تفتر هناك داخل المحل. وطلعنا والحمد لله، رطوبة برا الجو رطب. يلا هذه كانت جولتنا اليوم في السوق الصيني والسوق التايلندي. هذا السوق التايلندي وهذه سيارتي المعلومية، ما غسلتها من طلعتها شهرين بعد التلميع وبعد التضليل والدنيا ما لمعتها. والله هذا مفتك الحماية، شوف هذا مفتك هنا وهذا مفتك لهذا اللوحة، أول مرة أشوفه. يلا شوفوا، يعني شكلها تقول توها نازلة من الباخرة. اي والله ها ما شاء الله، فتحت لي الباب ما شاء الله، لسه ماني متعود على سالفة الباب يفتح لحاله وتشتغل لحاله والكلام هذا. نلاحظ ان السوق الان المواقف بدأت تمتلي، يعني صار في حركة، صار في ناس. مدينة التنين، وهذا طول السوق والمواقف الان صار فيها سيارات واجد. ما ربطت الحزام، يقول اربط الحزام. المواقف صار فيها سوق. المواقف صار فيها سيارات، والسيارات صارت واجد. أول ما جينا ما كان في سيارات، يعني بداية الآن بداية السوق بدأ يشتغل، بداية السوق بدأ يشتغل والناس تجي ويحمل وطيس مال السوق. الساعة 11:30 الآن صباحاً. هذا أعتقد يعني الوقت اللي يبدأ في السوق يتحرك، لأنه يصير زحمة. يعني هذا السوق أنا أعرفه لما تجي للعصر ولا بالليل ولا كذا. لفيت لأم صالح عشان أجي عند الباب، طلعت وراحت تدور السيارة، وتوم جيري سايرين أنا وأم صالح اليوم.
هذيك الجهة منامة خليج البحرين. وين الجفير؟ الجفير نعم اللي قلت وانا جاي قلت لها اسمها الجفير. الجفير اسمها الجفير. هاي المنطقة الجفير كلها شقق سكنية وفنادق. صاقط علي وشايفني يعني بوابة الخروج من البحرين إلى السعودية. طلعنا كذا من البحرين دخلنا في السعودية. وهذه الشاحنات على اليسار.
انتظر الطابور. ودخلنا السعودية والحمد لله. وهذا جامع جمارك السعودية على جسر الملك فهد. وهذه الجزيرة السياحية اللي بيتجول هنا على البحر يجلس وكذا، كانت يعني شوي أكثر في كراسي، شروا كراسي يعني على أساس الناس ما تجلس، بس وقوف يعني كذا. وأنا في مطعم كلهم شالوا بعد المطعم سكر، أشوفه في تعديلات. وهذا مدخل المكان السياحي، مش مدخل المكان السياحي، دخلك ساحة البضائع من هنا، لكن يعني وصلك للمكان اللي الناس واقفة فيه قبل شوي. يلا دق الأزرار وتوكل على الله، سوي ريست. لكن راعي الكرول هذا ناشبني لا يسار ولا يمين، محتارين في أمره. ريست يلا. طبعا اللي ما يعرف ايش معنى ريست يعني، او ريست معناها إعادة الضبط للإعدادات السابقة. نعم، لا تجلس تفكر كم مشيت، عديت السرعة القانونية ولا ما عديت، حتى عرست وتلاقي نفسك بالضبط على المية. المسافة 115 كيلو تقريبا ذهابا وإيابا، تعتبر يعني مسافة بسيطة، يعني كان 60 كيلو رايح 60 كيلو جاي. وهذا من الطيور الجارحة، واقف على أحد أعمدة الإنارة. نعم، خذنا جولة في البحرين، كان الجو رطب ونحن عدنا. والعود أحمد، والله كريم إن شاء الله. من أجمل المناظر على الجسر لما تسير في أعلى قمة في الجسر وتسير نازل، تسير كل الدنيا مكشوفة أمامك مثل الآن، تشوف البحر تحتك كأنك سفينة في البحر، منظر جميل للبحر. أدري إن راعي الكرولا هذا يعني ما يبغى يعديها على خير، مناشبني يعني مناشبني. والله هذا مثبت السرعة يخوف صراحة، لأن هذا مناشبني وأمامي هذه اللوحات، أخاف أقرب منها ويقراها الرادار ويمسك بريك. أي والله يعني هذا شيء صراحة يخوف، لذلك أنا قلت يعني لابد يكون سائق محترف يقدر، إذا فهم عمل الرادار لابد ما يقدر المسافات يفصل فيها الرادار، حتى لا يتورط مع الرادار في مسافات ويمسك عليه بريك بقوة ويطلع أمامه حاجز مفاجئ. نعم، للموعظة نحن ما تكلمنا حتى نمدح
الصراحة ونفيد الناس اللي ناب علينا. هذه تجربتي اليوم مع مثبت السرعة المسافات الطويلة داخل في البحرين. يعني ما مسافات طويلة، مسافات الطويلة مثل الرياض، الكويت، قطر، مكة، المدينة، يعني زين بس يقدر السائق يفهم الحين عنده ما هو مثبت سرعة ثابت، يعني بمجرد انك تلمس ما يوصل الا اذا لمست البريك. لا، اذا قرأ شيء يعني في حاجز ولا شيء امامك وقرأ الرادار ممكن يكون قريب عليك انه يمسك عليك بريك مفاجئ قوي. نعم، اما المثبت العادي ما في مشكلة، رجلك على بريك تقدر تفصله في اي وقت، ما يمسك بريك ولا يغير السرعة. الحمد لله رب العالمين. هذه معالم مدينة الخبر، هذه مدينة الخبر تتضح لنا الان، وصلنا الى مدينة الخبر الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في هذا البلوغ الى مملكة البحرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. كان محدثكم ومعكم اخوكم عادل اليامي ابو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بالبيت الحمد لله، حبست ربيان وهذا ربيان ومشويات بالعافية علينا ما شاء الله تبارك الله. أين بسم الله هذا غدرة. حياكم الله. يلا حياكم الله، حياكم الله على الغدر. تفضلوا تفضلوا على المقبلات. هذا غدرة بالعافية علينا وعلى من شاهدنا. الحمد لله رب العالمين، اللهم ادوم النعمة احفظه من الزوال يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فطورنا صباح الجمعة، فول وشكشوكة. والعافية علينا، حياكم الله. قريب يتفضل، واللي يشوفنا يقول عليكم بالعافية. وهذا الشاي أبو كبوس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وجدت صبيا في السبيل أخذت فغزت. ما شاء الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.